احمد، قولي بقى ازاي الناس وصلت لك، ازاي انت وصلت لهم، العلاقة دي حصلت ازاي؟ انا طبعا يعني زي اي شاب مصري وانا صغير كنت بلعب كرة في الشارع وكده، فكان حلمي طبعا ان انا اشوف نادي كويس العب تعالى فيه. نمشي واحدة واحدة، انا بحب التفاصيل. كنت تلعب كرة في انهي شارع؟ انا اصلا مولود في الزقازيق، يعني انا من الشرقية بس انا مقيم دلوقتي في القاهرة يعني. بس فكنت بلعب اللي هو تحت بيتنا عادي زي في اي الشارع عادي، زي اي توبتين شاب ونلعب، بالظبط. صح كده؟ بس انا ياما لعبت في التوبتين دول بس يعني. ويعني بدأت لما اكبر شوية اللي هو بابايا اهتم بالموضوع، شافني ان انا بحب الكورة وكده، فبدأت اقدم في كذا نادي. لعبت في نادي الشرقية وانا صغير خالص، وبعدين بدأت اتنقل، رحت وادي دجلة لعبت برضه هناك هايل. وبس، لحد بقى ما يعني صديق لوالدي كان ابنه بيتمرن في المشروع القومي دوت، فهو انا كان حلمي وهدفي ان انا العب بره اصلا، بره يعني مصر، احترف بره. عظيم. فلقيت ان يعني هو المشروع ده بيوفر الفرصة ديت، واللي هو هدف اصلا تسويق اللعيبه بره واتاحت الفرصه ليهم ان هم يعني يعملوا معايشه في انديه خارج مصر، هايل. وده بس ده كان هدف يعني. فبس ف انت مواليد كام؟ انا 2004 2004، يعني 17 سنه، 18 سنه، ما 18 دخلت هتم 18، 18 دخلت خلاص. 18 سنه. بتلعب في مركز ايه؟ انا هافي يمين. هاف يمين. انا بقول لك شكلك حريف وسريع وعندك عرضيات حلوه قوي، بالظبط. صح كده؟ شفت يعني انا جبتك، نكمل مشوار صلاح بقى ان شاء الله. جبتك صح، جبتك يا راح عند صلاح. انت بتلعب بيمينك ولا شمالك؟ لا اشول انا. اشول. الله عليك، حريف ده صلاح بقى فعلا. انت جايب لي صلاح فعلا يعني. باذن ده الله صلاح ان شاء الله. ده يبقى عظيم جدا ان شاء والله. مش الله عارف هيقولوا صلاح الجديد طلع مع كريم رمزي دي، ده حاجة في مصلحة كده خدتها وانا معدي انا كده. وحضرتك احنا بقى سعداء صح جدا كده؟ يعني لما يا رب التجربة دي تكتمل يا رب. بإذن الله ان اكلمك شاء بقى، الله. اكلمك ساعتها تعمل معايا لقاء طبعا كده كده طبعا كده ولا كده؟ لا لا يعني.